احتشد مئات الآلاف من اليمنيين اليوم في الساحات الموزعة على محافظات البلاد في إطار ما سمونها بجمعة الحرية للمعتقلين، مطالبين إطلاق سراح آلاف من المعتقلين ورفض منح أي حصانة للرئيس علي عبد الله صالح وكبار معاونيه. وتتهم المعارضة صالح بقتل واعتقال وتعذيب الآلاف من المتظاهرين. في المقابل تجمع أنصار صالح في مسجد الصالح بميدان السبعين في صنعاء، وقد أطلقوا على جمعاتهم اسم كفى عبثا بمكتسبات الوطن. يوما بعد آخر في اليمن تصبح مسألة حسم مصير الرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح أكثر إلحاحا لجميع الأطراف، معارضي صالح ورعاة اتفاق نقل السلطة الإقليميين والدوليين على حد سواء. غير أن من الواضح أن صالح نفسه لم يحسم أمره بعد، رغم توقيعه على ذلك الاتفاق قبل أكثر من شهر في العاصمة السعودية الرياض. المفارقة أن يعود كبار معاونيه إلى المطالبة ببقائه في قلب هذا المشهد في الوقت الذي ينادون بتطبيق المبادرة الخليجية التي تنص على تنحيه ونقله السلطة لنائبه. عدنا إلى السبعين وكلنا أمل أن يساعدنا الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لجعل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خيارا لا رجعة فيه. ومع أن صالح وحزبه لا يزالان يمسكان بمعظم مقاليد السلطة، إلا أن مساعدين لرأس الحكم لا يترددون عن اتهام معارضيهم بالمسؤولية عن تردي أحوال البلاد. كل شيء معبوثا به، ونحن نقول لهم كفى، وإلا فإننا سنواجه في كل مكان وسنكون لهم بالمرصاد، ولن نسمح بأن تدمر المكتسبات الوطنية. على الجانب الآخر من المشهد اليمني تبدو الصورة مختلفة تماما، معارضو نظام صالح يتظاهرون في نحو 18 محافظة. مطالب الثوار إقامة دولة مؤسسات فيها جيش وطني، ما هناك معسكر خارجي وزارة الدفاع، فيها أمن للوطن، ما هناك قوات أمن خارج الداخلية. المحتجون في معظم محافظات البلاد اتهموا سلطات صالح باعتقال وتعذيب المئات من ناشطي الانتفاضة الشعبية، فضلا عن مقتل مئات آخرين وجرح آلاف منهم. نحن نطالب الرئيس بالإنابة عبد الرب منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني بسرعة الإفراج عنهم، لأنهم حتى اللحظة ما زالوا يلاقون أسوأ وأنكل أنواع التعذيب. الحرية للمعتقل. لا مؤشر إذن على توقف هذه التظاهرات المناوئة لصالح، فمطالب المحتجين لا تقف عند حد ولا تعوز شعارا لتعود به من جديد إلى الساحات والميادين. منع السلطات حركة حماس في غزة.